UNFM 91.2. ولد ليوناردو دافنشي في 15 أفريل 1452، كان ينتمي للنهضة. جدا والحمد لله. لا مش النهضة متاعنا، نقصد عصر النهضة. الراجل كان حوكي وحرايري، ما خلاش خدمة ما خدمهاش. خدم رسام، مهندس، عالم خرايط، عالم جيولوجيا، موسيقي، نحات. وفي وقت الفراغ كان يعمل ضربة مرمى. خلي نمشي بشوية بشوية ونشوف صحيبنا كيفاش عدى حياته. ليوناردو دافنشي هو الطفل الكبير بين أخواته من عائلة مركنتية. بوه كان يخدم عدل منفذ، وأمه من عائلة على قدها. ليوناردو كان نتيجة العلاقة غير شرعية، وصارت شوية مشاكل لدرجة أنه أم وبوه ما حضروش للزرير متاعه. كيف كبر ليوناردو تعلم عند الشيخ اللي قيده، تعلم يكتب من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، تعلم شوية مات، لكن بعد ما توفى جده جاتهم الورثة تخل ليوناردو الأحسن المدارس. صاحبنا بدأ يطلع بشوية بشوية في السلم الاجتماعي، كان بوغوس ميلسن وعنده البراتا. بعد ما تعلم العزف دخل عند أقوى فنان وقتها واللي هو أندريا ديل فاروكيو، تعلم عنده الرسم والنحت، ولا معلم لدرجة أنه ولا عضو في دليل فلورنسا للرسامين. لكن الناس بقات تغزلوا على أنه المساعد متاع أندريا ديل فاروكيو أخي بطل من عنده ومشى حل وحده، وخدم معاه برشا موهوبين أخرين واللي علمه من جرى الميكانيك، الهندسة والمرمى. ليوناردو كان يحب برشا الرسم الواقعي، الشيء اللي خلاه يخدم حاجات التوى موجودة في الكنائس والمتاحف كيما الملاك رافائيل والسيدة العذراء. لكن من 1474 وحتى 1478 الناس ما سمعت على ليوناردو لحس الأخبار فص ملح وذهب. بعدها رجع ليوناردو للرسم، وتعرف أنه يصور ابتسامة صغيرة وغامضة على وجوه العرضات اللي صورهم، وصنع شفرة خاصة واللي هي دافنشي كود. بعد بعام تولدت طفلة اسمها ليزا جيرارديني عام 1479، وشكون وقتها كان يتصور أن الطفلة باش تكون مشهورة في العالم الكل على مدى قرون وقرون. الطفلة هذه بعد سنوات تقابلت مع ليوناردو دافنشي، وكانت واحدة من عشرات العرضات اللي تعامل معها من ليوناردو. هي بيدها ما كانتش تتصور انه جلسة التصوير باش تحولها من شخص ما يعرفه حد لأيقونة عالمية على مدى مئة السنين. اللوحة اللي صورها ليوناردو كانت وما زالت أشهر لوحة في العالم، الموناليزا. ليوناردو وبخلاف الرسم خلى برشا تصاميم، منها تصاميم تعالات ومعدات حربية وتصاميم للإنسان الطائر، بعد ما عمل بحوث على طريقة الطيران متاع الطيور ومقاومتها للهواء والجاذبية، الفكرة اللي خلت الناس وقتها تضحك عليه. يا أخي مشى صنع عصوص أجرحة من قماش وحاول يجرب، جاب ربي نقز من بلاصة مش عالية برشا، سينوره مات وقتها وراني أنا كملت كلامي توا. أما الحمد لله جاتو خفيفة، وبعد عمل برشا عمل أخرى الشيء اللي خليني أنا توا نكمل حديثي. نرجو الموضوعنا. ليوناردو في الفترة اللي عداها في الفاتيكان حب يستغل الحرارة نتاع الشمس باش يسخن بها الماء، وصنع بلارات مقعرة كبيرة. ليوناردو بقى يخمم في كل شيء، خمم حتى علاش الإنسان يموت، ومشى بالسرقة للمشارح باش يدرس جسم الإنسان عن قرب، مسح قلبه. بعدها مشى يتعلم على الأعضاء الداخلية والدورة الدموية.
بعد العلوم والأعمال الكبيرة، ليوناردو حس النهاية متاعه قربت. يخي هز روحه نهار 23 أفريل 1519 ومشى العدل منفذ وكتب الوصية متاعه بحضور 5 شهود، وقال لهم نحبكم تدفنوني في كنيسة سان فلورانس، وقال لهم نحب يجي 60 فقير كل واحد فيهم يهز في يده فنار. وفي 2 مايو ليوناردو يقول كيما نمشي نرقد فرحان نمشي فرحان زادة للموت. ومات ليوناردو ديفينشي، واللي خلى وراه أعمال كان حكيت عليها نكمل بورتري هذا غدوة الصباح.